نعمل تمهيد عشان نشوف المقابل ان شاء الله. افئدتهم مثل افئده الطير. امسك كده حمامه او يمامه او عصفور وحط ايدك على صدره كده على قلبه، تجد ايه؟ قلبه يهتز. هو ده قلب المسلم، هو ده قلب المؤمن، قلبه رقيق، كل ايه ذو قلب رقيق بكل ذي قربى ومسلم. يفيض دمع عندما ايه اقول إيه ترى اعين تفيض من الدمع حزنا الا يجد ما يفوت. سبحان الله، يعني سبحان الله. القلب الرقيق اصبح عيبا في هذه الايام، طبعا بلا شك بلا شك. ولذلك الله يرضى عن سيدنا بلال مصر يجي معاذ بن جبل يحفظ بصرحه من الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام. كل حاجه يلبس ثوب يخول ذكرا، ينظر في المراه يخول ذكرا، يشرب يخول ذكرا، ينهي الشرب. فبلال مع ليس عنده هذه الملكه. قال يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل. سمى بلال الذكر دندنة. الله أكبر. فقال ماذا تقول يا بلال؟ قال ليس على لساني إلا أن اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. أسألك. قال يا بلال إنما حولهما ندندن. الله أكبر. فياريت الدندنة عند إخواننا المشاهدين والمشاهدات مرة ثانية. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. نعم. قال له يا بلال حولهما ندندن. يا سبحان الله. صحيح صحيح. لو واحد مكان النبي صلى الله عليه وسلم من إياهم دول والعياذ بالله، أولاد الورق أولاد الكتب دول، فين أذكار الصباح المساء؟ فين ختام الصلاة؟ فين يؤيسوا؟ افتحوا باب الرحمة. الأمر بسيط.